النصائح العامه اللي ممكن انه وان كان يعني دابا مقبلين على العيد الفطر السعيد ان شاء الله يدخل لنا الصحه والسلامه فاكيد ديك اللمه العائليه ومع كثره الحلويات والعين كتشهى والمائده يعني ديال <سؤال> ديال <سؤال> الصباح ديال <سؤال> العيد <سؤال> فكيكون صعيب على انه الشخص <سؤال> انه مثلا يتحكم على اساس انه ياخذ غير حلوه وحده او لا جوج فشنو النصائح اللي تقدمي يعني النصائح ان لا ريبريز تكون بروغريسيف تدريجيا تدريجيا يعني آه علاش باسكو ما خصناش ننساو بان الجهاز الهضمي كان في واحد الحاله من الراحه الا كنا صمنا بواحد الطريقه صحيحه واوسي بان القلب حتى هو كان في واحد النوع من الراحه لان 20% ديال لا كاباسيتي ديالو كان كيدخرها لان ما كانش كي ما كانش كيستعملها باش يصيفط لي سينيو الجهاز الهضمي ويدخ الدم باش نحقق الهضم دونك اوتوماتيكمون هاد لي دو زورغان يعني الجهاز الهضمي والقلب كانوا في حاله راحه دونك خصنا ناخذ هادشي بعين الاعتبار يعني في نهار العيد خصنا نمشيو تدريجيا يعني لو بلوس بوسيبل نمشيو بواحد الطريقه اللي هي تدريجيه الفو بيان سيدغاتي يعني واحد دو ليتر دو زعما ان با شربوا الماء الكافي فوالا وبالنسبه دولها. لي انا فيغ دو روبا سا طيب كوا سا نفطرو فطور العيد داك ونتغداو غدا العيد اللي يكون شويه معطل يعني مثلا الفطور كيكون فيغ لو كو دو نوفيغ ديزاغ والغدا يكون فيغ لو كو دو سيزاغ مع ربعه العشيه فوالا <applause> <applause> وهنا غنحبسو سا طيب في غنبقاو بدو بدي تيزان الوغ بالنسبه للشخص اللي ما جاش الجوع في الليل كان افضل بالنسبه للشخص اللي كيحكو شويه الجوع في الليل فنقدروا حبه فاكهه ولا 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 ان يوخت ولا رايب بور لي بروبيوتيك شي حاجه خفيفه باش نعززو من البكتيريا النافعه الى ان الا زدنا من البكتيريا النافعه فاحنا كنحسنوا من الهضم باش كما هذيك لا كونتيتي ديال السكريات اللي تناولناها او كورونت لا جورني ما تراكمش م... لو كور ما يدخلش اون ستوكاج لان نقدروا في نهار العيد وثاني عيد نريكوبيريوا فاسيلمون 2 كيلو فاسيلمون علاش لان بعد ما كات كتهيئ لينا باننا فقدنا 4 5 كيلو في رمضان مي ما غيبان لنا الحقيقه حتى سيمانه مور رمضان حيت لو كور كيكون عنده مشكل احتباس السوائل ولو كور كيكون اون ديزيهراتاسيون ويكون عندنا واحد المشكل في املاح الصوديوم دونك بعد ما راه كنكونوا سامبلومون ديزيهراتي ناشفين واخا كنشربوا الماء مي باركونت سيمانه اوتلا د رمضان علاش نقدروا نقولوا واش فعلا فقدنا الوزن ولا لا خصنا نغدو البال من هذيك اليومين اللي ابري اليومين آه ديال العيد باسكو هي اللي يقدر لو كور يدخل اون ستوكاج ولا دخل اون ستوكاج صافي داكشي كلنا داكشي وي الوغ كاين اوسي كيلكو استوس صافي دير مثلا الصباح نبداو بان سوب يعني كيف ما كنا كنفطروا بالماء والتمر فاحنا فطور العيد غنخليو الماء غنخليو التمرات غير غندوزو التمره وحده داكور وغناخذو اون سوب وكنفضل اما اون سوب دورج يعني الشعير ولا الخرطال ولا الـ ولا لافوال <applause> وفعلا يعني في جدواتنا راه الشيء اللي كانوا كيديروا يعني في الفطور ديال العيد ما كانوش كيبداو باتاي كان ضروري يعني ولي كواسون ولي كاطو كانوا كيبداو بحصوه ديال هربل يعني كانت هربل افيكتيفمون هربل الله كاين بزاف المناطق اللي مازالين محافظين على الثقافه الوغ هربل هو واحد الطبق تقليدي مغربي اللي هو غزال اللي اباز دو بلي كونكاسي غير هو هذيك كميه العسل اللي كنديروا فوق منه ممكن الواحد مثلا يعني يتفاداها ولا يتفاداها يخفف منها يكون عسل يكون بيغ يكون حر

مي اون اه, سادريس فيغ لو سالي يعني نبعدو من لو سوكري مم. لو ماكسيموم الملاحات نركزو عليهم اكثر يعني شي حاجه مالحه اكثر من الحل. وي باسكو لو سوكري اللي آه. كيتكلم ماتان هو اللي اي سون ماغازين هو اللي كي هو اللي كيدير لنا واحد الاشكاليه